في سر وسر، سر يتحكي وسر يدور، سر جوه حكاية تقراها في خبر، هنسمعهم ونحكي ونفتكر. السر مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، وحلقه جديده من برنامج السر. انا تامر شلتوت، هكون مع حضراتكم على مدار الساعتين الجايين ابتداء من الساعه 11 لغايه الساعه 1، وكل حلقه معنا نجم مختلف في مجاله. النجم اللي معنا النهارده هو نجم كبير، حقق اسم كبير في عالم الموسيقى، موسيقار شهير يمكن ليه فضل على العديد والعديد من الفنانين، كان السبب ان في نجوم كبار احنا بنحبهم في الوقت الحالي يكون اول خطاهم معاه. الحقيقة قدر ان هو يعمل لاين موسيقي خاص به، قدر يكون فرقة موسيقية، قدر ان يعمل هوية موسيقية مختلفة على مدار الحقيقة السنوات اللي فاتت. من هيكون منورنا النهاردة الموسيقار الشهير والملحن والموزع الموسيقي المصري هاني شنودة. هاني شنودة من مواليد طنطا محافظة الغربية سنة 77، عمل فرقة المصريين. بعد كده الحقيقة فرقة المصريين حققت نجاح، بس ما كانش النجاح لهاني شنودة مقتصر على الفرقة بس، لا هو الحقيقة بعد كده وقبل كده كمان كان مهتم ان هو يكون لي بصمة مع فنانين كتار. كفاية ان اقول لكم ان الحقيقة هاني شنودة هو اول من قدم محمد منير، وقدم عمرو دياب في ألبوماته، وكان من علموني عينيكي، والحقيقة اشتغل معاه أكتر من مرة. قام بتلحين أغاني كتيرة جدا مع نجوم كتار، يمكن آخر أغنية للنجمة المعتزلة نجاة الصغير كانت مع هاني شنودة. هاني شنودة كان لي لاين موسيقي وعمل أكتر من عمل موسيقي، كان لي ضجة في الوقت ده. كفاية أن أقول لكم إنه أغنية زحمة يا دنيا زحمة مع عدوية كانت هاني شنودة هو اللي وراها، والأغنية دي اتمنعت من العرض في الوقت ده. الحقيقة كان ليه تعاون مع عبد الحليم حافظ، أو كان بداية تعاون، بس بنقدر نقول ما كملش. كل التفاصيل دي عايزين نعرفها، تفاصيل أكتر عنه وعن حياته وعن شخصيته وعن نجاحاته وعن هو وصل للي هو عايزه، هل هو شايف ان هو حقق اللي هو عايزه، هل هو راضي اللي هو وصله للوقت الحالي، هل اسم هاني شنودة بعد النجاحات دي كلها في الوقت الحالي نقدر نقول ان هو بيقطف ثمار نجاحاته. عايزين نعرف اكتر، وخصوصا ان احنا في وقت الاغنية اللي شائعة فيها اغنية المهرجانات. هل هاني شنودة فكر ان يعمل اغنية للمهرجانات؟ هاني شنودة راضي عن عالم الموسيقى في الوقت الحالي؟ خلينا نعرف منه تفاصيل اكتر، وخلينا نعرف برضو لما نشتغل مع النجوم الكتار دول، النجوم اللي نقدر نقول ان هم نجوم الوطن العربي في الموسيقى، بيصفهم بايه؟ شايف عمرو دياب ازاي؟ محمد منير، عدويه، عبد الحليم حافظ، نجات، ونجوم كتار اتعامل معاهم على مستوى الشخصي. تفاصيل كتير هنعرفها منه دقايق، ونبتدي معاكم حلقتنا والنجم الموسيقار الشهير هاني شنودة. نروح نسمع سميرة سعيد سوبرمان ونرجع لكم. أنا تامر شلتوت، توصلونا لإما عن رقم تليفوننا 3835962، SMS 1927، سوبرمان سميرة سعيد، نرجع لكم. السر مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. في الحياة 100,000 سر وسر، والسر النهارده هيكون معانا الموسيقار الشهير، نقدر نقول ان هو معلم الاجيال، الموسيقار الشهير هاني شنودة. هاني شنودة الف سلام عليه. يمكن في شهر 3 كان عنده وعكة صحية، وعلى اثرها الحقيقة دخل المستشفى وعمل عملية تغيير شرايين بالقلب، والف سلام عليه، وهو الحمد لله دلوقتي في احسن صحة، ويديله الصحة يا رب ويفضل يمتعنا. هاني شنودة الحقيقة كان موقف اكتشافه للنجم عمرو دياب الهضبة الشهير، ان الحقيقة كان بيقدم احدى الحفلات في بورسعيد، وساعتها كان بعد ما خلص شغله راح على اوضته في الفندق، وعشان يريح بعد الحفلة سمع حد بيخبط على باب الأوضة، وكان هو الهضبة عمرو دياب، وقال له انا عايز اغني. ساعتها موقف الحقيقة مهم، اللي بيبقى عايز حاجة بيفضل
بيجرب كل السبل حوالين ان هو يقدر يوصل اللي هو عايزه. الحقيقة هاني شنودة كان ليه نقدر نقول دور مهم في مجال الموسيقى والغناء في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى الآن. الحقيقة لون معين، لون مميز قدر ان هو يطور في عالم الموسيقى والفن في مصر. الحقيقة لو هنروح لتفاصيل اكتر، هو من مواليد طنطا، اكتشف اصوات مصرية كتيرة. هو من سنة 66 اتخرج من كلية الموسيقى، بعد كده التحق بالمعهد العالي للكونسرفاتوار. اشترك مع فرقة بلاك كوتس. بلاك كوتس دي لو حاجة دي كانت من الفرق الشهيرة زمان. قدم محمد منير ولحن له 4 أغاني. اكتشف عمرو دياب في حفلة من حفلات فرقة المصريين في بورسعيد. لحن العديد من الأغاني لمطربات كبار في مصر، منهم نجاة الصغير وبحلم معاك وأنا بعشق البحر والفايزة أحمد، مثل أغاني هدى الليل وزع أغاني دنيا جديدة وعلى وش القمر. عمل موسيقى تصويرية مجموعة كبيرة جدا من الأفلام المصرية الشهيرة، منها مشبوه والحريف وغريب في بيتي والغول. الحقيقة ليه أعمال كتيرة وتعمل يعني الحقيقة فكرة ان انت تكون موسيقار وليك دور في عالم الموسيقى وفي نفس الوقت تكون بارع في مجال الموسيقى التصويرية، ده يعني مجالين محتاجين احساس عالي قوي. هاني شنودة هيكون معانا في خلال لحظات. خلينا نسمع الاغنيه ديت ونرجع لكم مره تانية. والسر مع هاني شنودة، ونشوف ونسمع اللي منعرفوش عنه. فضل شاكر يا حبيبي، نسمعها ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية، وخلينا نبتدي حلقتنا النهاردة من برنامج السر، ومنورنا الموسيقار الشهير صانع الأجيال هاني شنودة. مساء الورد يا أستاذ الأغالي. مساء الفل يا حبيب قلبي. حيك منورنا. وعايز أقول لحضرتك أن أستاذ هاني شنودة في بداية حياتي كان لي الشرف أن أنا كنت بشتغل معاك في نفس البرنامج. أستاذ هاني كان برنامج صح صح معنا، صح كده؟ مظبوط صح. وكان أستاذ هاني كان كل يوم بيمتعنا في البرنامج النهاري بمجموعة مختلفة من أغانيه. دي كانت فترة حلوة. دي كانت امتى الفترة دي يا استاذ هاني؟ فاكر كانت سنة كام؟ ده لا السنة مش هفتكر. ولا انا عايز. هي كانت 2005 2006 يعني. هوافقك ايا قلت انت. الحقيقة انا قعدت اقرا السي في، وما شاء الله السي في مليان ونجاحات واعمال مكملة لغاية دلوقتي، وجزء من كلاسيكياتنا الحقيقة، وليها دور مهم جدا في تعليم اجيال جاية ايه شكل الموسيقى المفروض يكون. راضي على الحال اللي في الوقت الحالي يا استاذ هاني؟ على حال الموسيقى في الوقت الحالي؟ ده سؤال عويس وعايز يعني اجابة مستفيضة. لا ايه رأيك؟ لا انا مش هقول لك هقول لك راضي عن الموسيقى مش راضي عن الكلام. راضي عن الموسيقى مش راضي عن الكلام. ليه بقى يا تامر؟ احنا ما عندناش نوة مؤدبة ونوة قليلة الادب. فما تقدرش تعمل موسيقى قليلة الادب والناس تخبي وشها وياي ايه ده بيسمعون ايه. لكن الكلام فيه الكلام فيه بقى ولازم يفوت على المصنفات. دلوقتي ما بيفوتش، وانت عارف ان عقوبة الحكاية دي غرامة وسجن. بس ما بتتطبقش. ليه ما اعرفش ما بتتطبقش ليه ما اعرفش. طيب ليك دور مهم جدا في ايجاد نجوم كبار، الكينج محمد منير، الهضبة عمرو دياب، اعمال كتيره مهمه. ما تيجي تكلمنا كده عن محمد منير، بدايته كانت ازاي معاك؟ انا الحقيقه ما كنتش ناوي اشتغل في التلحين. كنت اشتغل في تدريس الموسيقى، لان خريج كليه تربيه موسيقيه. وبعدين شوقي حجاب الشاعر الجبار ده ساب لي نص كده وقال لي ما تاخد تلحن ده. فانا عملته، وكان هو غرضه انه يديه لحد معين. بس انا كانت لبلبه بتزورني، فانا سمعتها الاغنيه شبطت فيها. فقلت له الاغنيه خلاص هتاخدها لبلبه. قال لي طبعا انا كنت عايز اعرفك بعبد الرحيم منصور، ده بيكتب بقى حاجات رومانسية وانت هتنفع معاه قوي. جه عبد الرحيم منصور ومعاه محمد منير. واول ما شفت محمد منير الكيمياء جت مع بعض. حبينا بعض.
ليه؟ أنا أحب كل حاجة مختلفة، أحب اللي له رأي مختلف، أحب اللي شكله مختلف. كان لون مختلف في الوقت ساعتها ولغاية دلوقتي هو لون مختلف تماما عن أي حد آخر. لا خلي بالك إن إحنا برضو يعني في وقت معين كنا بنعاني من نوع من التفرقة، ويقول لك مش عارف إيه وبتاع. الرسل عدم التفرقة في الدنيا هم اللي بيقتحموا مجالات وينجحوا فيها قوي. صح. يعني محمد منير له أثر إن الناس تحترم النوبيين احترام جامد جدا جدا جدا. يمكن ما كانش حد واخد باله من إن إحنا عندنا جزء عزيز علينا في مصر اسمه النوبة، لكن محمد منير خلى الناس تلتفت للنوبة. صح. وده موضوع صح. كبير قوي. صح. لو هنيجي نقول محمد منير وتصفه في كلمة واحدة تقول عليه إيه؟ الكينج. طبعا. على المستوى الشخصي بتحبه جدا جدا جدا. طيب ده احنا لما نشوف بعض، اصل انت مش ما تعرفش اهل النوبة دول اطيب ناس. صح. كل ما بتنزل تحت. صح. كل ما الطوبة بتزيد. صح. كل ما تطلع فوق شمالا. حتى يمكن ايطاليا مجرمين عننا. تطلع فوق شوية سويسرا. انا بتكلم بجد والله. كل ما بتنزل للناس الدافية دي بتلاقيهم اطيب ناس. يعني احنا اطيب ناس في مصر اسوان. صح. وتنزل شويه النوبه اطيب كمان. استاذ هاني خلينا نتكلم عن الهضبة عمرو دياب. عمرو دياب انا قريت وسمعت لما انت قلت ان بدايه تعرف ازاي لما كنت بتقدم حفله مع فريق المصريين في بورسعيد، وبعد كده هو خبط على اوضتك بعد ما كنت روحت وقال لك انا عايز اغني، وبعد كده جه تاني يوم عشان يركب معاك الاوتوبيس، و انا معلومات دي صح الكلام كل ده مظبوط تمام. وبعد كده لما راح على القاهره نزل معاك ودخل المعهد ومبقاش يروح المعهد، وبعد كده مظبوط قلت له لازم تخس وتطول. بيطول ازاي؟ طيب ما فهمت. انا يخس ماشي بس يطول ازاي؟ لا على فكره مش انا اللي قلت يخس. ده هو كان في حد مستلمه من الصحفيين. هو كان وزنه تقيل كان تخين؟ يتقال عليه تخين يعني؟ كان فالراجل ده استلمه. وقعد بقى يقول ايه عمرو دياب ياكل كموج البحر، كان في اعلان كده عمرو دياب يغني ومنين اجيب كفته. ده ايه الصحفي البايخ ده؟ كويس. ده صديقي فما تقعدش تشتم. لا ما انا مش قصدي بس لا يعني 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 تجريح جامد قوي جدا في شيء ان هو ملوش دعوه بيه جدا. وما كانش بيسيب حد. كان كاتب على منى عزيز ليس بالطول يغني الانسان مش عارف ايه. كوميديا. طب ما كتبش عليك حاجه ثاني؟ كتب ايه؟ هاني شنوده نصف وزنه مزيكا والنصف الاخر ادب. طب ده حلو اهو. بس يعني انا كنت اياميها برضو ثقيل الوزن. بس يعني هو انتقدك بشكل في حب ما احنا اصحاب بقى يعني. كمان فلما واحد بقى وزني وقال لي عمرو اللي انت بقى متبنيه ودخلته معهد موسيقى عربيه سايب المعهد وبيلعب كوره فين؟ فين؟ قال لي في مدينه السينما. خدت عربيتي بقى ايامها كانت 128 بيضه كده. ودخلت هناك بصيت لقيت يا عمرو جه. قلت له يا عمرو انت سايب المعهد؟ قال لي انا بعمل عمرو دياب. خدته في حضني ويمكن دموع كمان نزلت يعني عرفت بس انت جميل يا استاذ هاني. يعني انت اتحركت عن حب، انت مش مسؤول عن عمرو دياب، بس انت لما لقيت شيء ممكن يضره رحت تطمن عليه، ده مسؤوليه من اتجاهك ناحيته. ما انا هقول لك بقى حاجه، اظن ان المصريين كلهم فيهم ابوه خفيه. ايوه اي واحد مسؤول عن اللي جنبه. صح. انا بتكلم جد والله. لا والله وانت عندك حق، انت فعلا انت جبت التعبير الاصح من كلامي. ابوه خفيه بس. واللي ما رضاهوش لابني ما رضاهوش لابن اي ناس كمان فوق البيع. لكن خلي بالك انا عرفت ان من اول مجالي انا بعرف الناس اللي هيبقوا نجوم ازاي. من لمعه عينيهم في لمعه كده تقول ان في اصرار على to be or not to be، اكون او لا اكون. الله عليك. فإن شفت اللمعة دي في عينيه، شفت اللمعة دي في عينين محمد منير. شفتها في عينين إيمان يونس. شفتها في عينين منى عزيز. شفتها في عينين كل الناس اللي أنا وقفت جنبهم. بقف جنبه لأني عارف إنه هيوصل.
طب تصف عمرو دياب بإيه في كلمة واحدة؟ عمرو دياب الحقيقة تعدى ان هو يبقى هقولك الاول الامريكان بيسموا النجوم ازاي الكلاسيفيكيشن بتاعهم كلاسيفيكيشن هو يقولك ايه في واحد الناس تعرفه لو شافوه في الشارع عرفوه ده اسمه ستار في واحد الاريا بتاعته يعني العربيه زي مثلا عادل امام فاتن حمامه المنطقه العربيه كلها تعرف ده اسمه سوبر ستار في واحد اسمه ميجا ستار ما فيش حد على الكره الارضيه ما عرفوش كويس انا رايي ان عمرو دياب سوبر ستار ولو يقدر يغني أغنية فيها فيرس إنجليزي هيحط رجله في الميجا ستار قريب جدا 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 وعلى المستوى الشخصي على المستوى الشخصي لا انت على فكرة ما تزهقش لما تقعد معاه واد مسلي فوق ما تقدر تصور وبسيط وعنده نوع من التواضع وعارف كل حاجة ومش ناسي ويكفي ان هو قال في البرنامج الحلم لو ما كانش فيه هاني شنودة ما كانش فيه عمرو دياب يعني ده الناجح هو دايما اللي بيعترف بفضل الاخرين عنه وفي طريقه قد ايه كان هم محطات مهمه جدا في حياته ده الشخص الناجح مظبوط عملت اغنيه يعني ما فهمتش ازاي انها اتمنعت وما فهمتش الاغنيه دي ازاي ما حققتش نجاح في وقتها زحمه يا دنيا زحمه دي غريبه دي لا يا عم ناس حققت نجاح ساحق لا بس اتمنعت في وقتها صح اتمنعت من الاذاعه ليه لان كان عدوية بيعمل حفله تعرف الاذاعه المصريه بتعمل حاجه اسمها زي الاوتسايد كيترينج كده يروح يعملوا حفله وتبقى من مختارات الاذاعه بعد كده يزعوها فكان في حفله في ميتا بوكوم فخدوا فنانين كتير فهو غنى بقى زحمه دي بس غير في الكلام بس خلاص استخدمها كنوع من انواع الاسقاط ايوه طيب فطب عدويه في تعاملك معاه تصفه بايه لا ده عدويه ده مرهم. مرهم ده المرهم الشعبي المرهم الشعبي لانك انت تحطه على الجرح يطيب عبد الحليم حافظ وكان في اكتر من يعني نقدر نقول توصيه انك تعمله حاجات بس وصلته لايه في الاخر انت واخدني على الحامي كده ليه ده عشان انت انا بقالي فتره كان المفروض ان انا ابتدي معاك من الساعه 11 فعندي كلام كتير ده احنا اصحاب انت حبيبي ربنا يخليك انت حبيبي وانا برجع اقولها تاني تعاملي في بدايه حياتي مع استاذ هاني اداني ثقه والحقيقه هو يعني تعاملنا كان مع فرقه المصريين الجديده مظبوط مظبوط وقد ايه كان محتويهم وقد ايه ان كان بيدعمهم وقد ايه كان بيدعمنا احنا كمذيعين ساعتها في التعامل معاه فانا الحقيقه انا مع يعني اخ كبير ليا واب الحقيقه فانا عايز استفيد بكل لحظه معاك يا استاذ هاني ماشي بس يعني حط لنا اغنيه نستريح شويه طب نحط اغنيه خلاص نقي نسمع حاره السقايين محمد منير زي بعضه وانت بتحب تسمع ايه لا انا احب اسمع حاجه من حاجاتي من بيتنا عشان تسمعني لا ده اكيد ما انا كنت عايزك انت اللي تختار طيب هنسمع الاغنيه دي لغايه ما انت تختار الاغنيه اللي جايه اوكي خلاص نرجع بعد شويه و بعد حاره السقايين مع الموسيقار الشهير هاني شنودة السر مع تامر شلتوت على ميجا اف ام في الحياه 100,000 سر وسر ضيفنا النهارده في السر هو الموسيقار الشهير هاني شنودة هاني شنودة الحقيقه نقدر نقول ان هو اثر في حياه الموسيقى في مصر على مدار السنين اللي فاتت احنا وصلنا لغايه الراحل العظيم عبد الحليم حافظ ايوه التقيته اكتر من مره اكتر من مره كان المفروض يبقى في تعاون وانتهى الحوار على ايه احنا كنا فرقه غربي اياميها الفرقه كانت مشهوره قوي اسمها لبيتيشا وكان الفنان الكبير كانت شهيره قوي لبيتيشا طبعا وكان حفلاتها مشهوره قوي في وقت المصيف كمان في اسكندريه وكان بيبقى في تجمع انا سمعت عنها كمان ان قد ايه الحفله كانت بتتقفل قبل طبعاً. بوقت الإعلان عن الحفلات الخاصة بيه مش بس كده الماتينيهات بتاعتنا آلاف الشباب موجودين وده اللي دفع بقى الفنان الكبير بقى عبد الحليم حافظ انه يجي يشوف ايه ده مين اللي لم الشباب دول والشباب ملمومين ليه وعايزهم هو جمهور
يعني هو ما كانش بيسيب حد على فكرة. وما يعرف ان في بوان فابل في حتة هو كان ذكي. انا سمعت عنه كان ذكي جدا. وشوف لو صحفي زعل منه يفضل ورا الصحفي ده عزومات وكلام وكه لغاية ما يبقى من أتباعه ومريديه ومحبيه. ما عندوش رحمة في الحكاية دي. فكان يجي دايما وقف جنبي وانا بلعب على الأورجل هاموند ويقول لي يا هاني ما تيجي تتغدى معايا. قول له احنا بنتغدى هنا في الاوتيل. في طبعا سينمات وفي جيرل فريند وفي البيتش وفي يعني هنسيب ده كله. فرق سن كم جامد هنتكلم في ايه انا فرأي يعني. فكنت اطنش كتير لغاية ما روحنا بقى القاهرة. كلمني في التليفون ما كانش فيه موبايلات طبعا الارض ده. وقال لي هاني انا جبت آلة اسمها سوبر سترينجز. انا قاري عنها طبعا. عينك لمعت ساعتها. قلت له استهجها. فقال لي اسي ارنج. قلت له انا جاي لك البيت. فين؟ قال لي في الزمالك قدام جنينه الاسماء. قلت له جاي. والف من يدلني بقى هناك. طلعت ضربت الجرس فتحت لي ست سمرة كده قصيره قوي. يعني اذا كنت انا قصير فهي اقصر كمان. لكن انا ما بصيتلهاش بقى. بصيت للمكنه اللي جوه دي. السترينج ماشين ده. عارفه وقاري عنها وكل حاجه. دخلت بدون استئذان. حطيتها في الكوبس وقعدت العب. قعدت العب بقى ايه سترينجر ان نايت اف يو جو اواي. ليه بلعب الحاجات اللي احنا بنلعبها في التيشيرت. ما كانش ليها في الشرق قوي. طلع عبد الحليم لابس جلابيه بيضة كده شيك قوي وطقيه شيك قوي حاجه زي الفل. قال لي هل ما تعرفش حاجه من الحاجات دي؟ قلت له اعرف اهواك. قال لي طب العبها. قعدت العبها بقى بتنويعات. لان انا بتاع هارموني. انا مش بتاع اللحن. انا بتاع وزعتها بقى وانت وزعتها من اول وجديد. كذا توزيع يعني. تك 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 تك. وكل ما تخلص اعمل له ده. قال لي بص هكلمك بصراحه تتفضل. انا عايزك تعمل لي فرقه صغيره زي البتيشا. كويس. خلي بالك ان لو ما كانش ربنا افتكره كان مسار الاغنيه اتغير. ما كنتش عملت انا المصريين. كنت عملت عبد الحليم الفرقه الصغيره. وطلعنا وعزفنا. واذا كان يعني اي حد من اللي سمعنا دلوقتي عايز يشوف الحكايه دي لو خش على اليوتيوب وكتب حفله عبد الحليم في نادي الجزيره النص الثاني هيلاقيني واقف. انا اقصر واحد في الفرقه طبعا بس بشنب. كنت ايامها بشنب كبير قوي. عزفت مع ساعتها. عزفنا معاه. بس طبعا قال احنا لقينا نفسنا يا هاني. تذاكر الطيران هتكون قليله. الاقامه هتكون قليله. هنلف الدول العربيه ونلف العالم ونوريهم قد ايه مزيكتنا حلوه. الله يرحمه كان مختلف وكان كان ليه نظره مستقبليه جامده جدا. في تعاملك الشخصي معاه بتصفه بايه؟ شايفه ازاي؟ انا اشوفه واحد اسمه مهتم. مهتم. يعني انت تقدر تقسم الدنيا ناس بيهتموا وناس مش مهتمين. ده مهتم بكل تفصيله في حياته. الو اتباع كم تذكره؟ طب اديني مش عارف ابعت دعوه لفلان. ابعت دعوه. طول النهار مشغول ومهتم. مهتم بكل حاجه. يعني انه يجيب لنا جهاز مخصوص من انجلترا وهو جاي عشان يخليك تهتم في ان انت تفكر تكون معاه. مع انه ده عبد الحليم ده اسم كبير بس عارف ان انت تفكيرك وميولك مختلفه فعايز يتلاقى معاه. هو فنان كبير قوي. وانا عيل. فما يا تجيب لي اللعبه مش لاعب. الفنانه الجميله نجات واديها الصحه يا رب. عملت معاها حاجات كتير انت حلو طبعا. وعملت معاها حاجات عايشه ونقدر نقول ان كل شويه بترجع بتصحى تاني. يعني انا بعشق البحر دي من الاغاني اللي عمرها ما كانت ليها مرتبطة بموضة ولا بوقت. كل وقت والتاني تليها. أنا بعشق البحر دي ظاهرة في الحياة. ما تيجي تحكي لنا كده اتعرفتوا على بعض ازاي والتعاون ده جه منين وتعاملتوا حاجات كتير مع بعض مش أنا بعشق البحر بس. طبعا عملت بحلم معاك. في يوم الهنا. في حضنك يا مصر. أنا كنت بسجل منير الأولاني. فدخلت
كلمني عبد الرحيم وقال لي مدام نجات عايزاك برا الاستوديو. طلعت برا قالت لي ايه الحاجة اللي بتعملها الحلوة دي يعني؟ كنت انا ساعتها ما كنتش تعرفها خالص. لا لا زي كل الناس تعرفها طبعا. لا لا ما كنتش تعرفه بعد المستوى الشخصي، ما تقابلتوش خالص على المستوى الانساني. لا اتقابلنا قبل كده. تمام. ليه بقى؟ الاستاذ كمال الطويل كان عامل لحن وكمال سلامة اللي كان هيوزعه. بعدين جمال سلامة سافر روسيا علشان ياخد الدكتوراه بتاعته او الكانديتا. فكمال الطويل قال لي انت اللي توزع اللحن. تظبط. وزعت اللحن. كويس؟ روحت في البروفة لقيت في شوية نوات متغيرة. رحت سايب البروفة ونازل قلتهم ما بوزعش وما بعملش حاجة. ايه ده انت كنت بتتعصب وبتقفش؟ الا مزجتي. يعني في بقى حاجة اقول لك عليها. كل اهل بيتي عارفين. ايه؟ قول اعمل في هاني اي حاجة ما عندوش رد. تيجي على مزجته لا. لا. وقف هنا بقى. مع ان كان في ناس كتير في البدايات ممكن تمشي امورها من منطلق ان انا اقدر احط اسمي جنب اسم النجم ده. لا مع عيالك انت مرضيش ترد بصوتك، لفيت براسك يم المنطلق. يعني لا الموضوع منتهي، مش هبذل مجهود ان انا اتكلم واقول. انت بتقرا البودي لانجوج بتاع، حرام عليك انك انت فين هنا. كويس. فقالت لي اسمع هنا انا عايزك تعمل لي لحن. قلت لها يا عبد الرحيم منصور يكتب الكلام وانا من عندي قبل عندي. فكتب. شوف بقى هقول لك على حاجه مش هتتخيلها، شوف ازاي الفنان او التيم ورك بيعمل حاجه كويسه. جت تسمع عندي، فكان عبد الرحيم كاتب الثلاثه ثلاث كوبلات اللي انا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق. قالت بس يا هاني دي ملهاش قفله. فانا تنبهت فعلا انها ملهاش قفله. عبد الرحيم خد ورق وقلم وقعد يكتب كده على جنب وكتب انا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لانهم حياه وانت يا حبيبي انت كل الحياه. حلو قوي كده. حلو قوي. مش كده؟ قوي. انا احب الحب المطلق. بالظبط. اللي ما فيهوش بقى محاسبه ضريبيه. يبقى انت بتعمل كده وانا بعمل كده، انا اجيلك وانت ما تجيش، انا اعد النجوم وانت ما تعدش، انا اسهر وانت ما تسهرش، انا انت تاكل وانا ما اكلش. والكلام ده مش الحب يا جماعه، ده الكره. يعني انا قلت مره للابدودي ليه بتقول روح يا نوم من عيون حبيبي؟ لا روح يا نوم لعيون حبيبي. ما هو لو حبيبي لو انا بحبه مش انا بسهر وانت بتنام. روح يا نوم من عيون. لا مش هو ده الموضوع. روح يا نوم لعيون حبيبي. المهم فطبعا ايه حطيت الورق على البيانو ورحت عامل الفينال. قالت لي لا ده يتسجل امبارح مش النهارده. ده قصتها. احلى حاجة بقى ان عبد الرحيم قال لي ما تسمعها الاغنية اللي انت عاملها لصاحبك. لا يا عبد الرحيم لا. قال لي بس فسمعتها بحلم معاكي. كانت بحلم معاكي مش بحلم معاك. فقالت لي لا برضو ده ما يتفوتش، كلم صاحبك. فانا كلمت صاحبي. من اول مرة بتسمع ومن اول مرة هي شايفة ده ما يتفوتش. شوف بقى السايغ هو اللي يعرف الإزاز من الألماز. ودي سايغ مزيكا، عارفة هي عايزة ايه وعارفة ايه اللي يعيش وعارفة تكلم الناس ازاي. يعني انت واخد بالك؟ يعني بقت صداقة بيني وبينها فوق التصور، تجيبني في حاجات مش تبعي. واخد بالك؟ ايه رايك في القضيه اللي هنرفعها دي؟ طب انا قصتي ايه؟ خلاص وثقت فيك في كل المجالات بقى مش فقط في مجال الموسيقى يعني. كويس. في ناس كده الله يرحمه المخرج الكبير اللي عمل ابي فوق الشجره، فكرني باسمه. خليني افتكر معاك دلوقتي بس لغايه ما نفتكر. اقول لي حاجه. ما كانش يثق في رايي طبي الا بتاعي. وانا لا ليا في الطب ولا حاجه. لكن من ناحيه ايه؟ ان هم عرفوا ان ده انسان مخلص وخلاص. يعني لو مش عارف هقول مش معرفش.
استاذ حسين كمال. حسين كمال زي احنا يا سلام. لا معلش الذاكره بقى. لا انا اللي اسف عليك، مش المفروض انك تفتكر، انا المفروض اكون فاكر. انا 76 سنه يديك الصحه والف حمد لله على السلامه عشان العمليه، وانا بعتذر ان انا ما اتصلتش بحضرتك في الوقت ده، بس انا ما كنتش اعرف. انا عرفت الحقيقه يمكن مؤخرا، بس الحمد لله صحتك زي الفل، وقمر هو قميص اسود وفي ورد، في كلام كبير حاصل. هو بيني وبينك انا ما حبيتش اقول لحد خالص عشان ما تعبش حد، لكن اللي فضحني محمد منير كتب على صفحته ادعوا لهاني شنوده لانه عامل عماء. فضحت بقى ولقيت ام تلاقي لها الا الله كلها في المستشفى. الف سلامه. الله يسلمك. الف سلامه. طيب نجاة سايغ، حلو التشبيه ده. في حاجة بقى الحقيقة أنا في حد ذاتها يعني في تفكيري كده مش عارف، يعني مش عارف أنت وفقت إزاي فكرة أن أنت موسيقار مهم وملحن وموزع لبعض الأعمال، ده شيء، والموسيقى التصويرية شيء تاني خالص. والحقيقة أنت عملت أفلام مش سهلة خالص، والفيلم ده يعني لإما تكون انت حاضر تصويره او قاري السيناريو 6000 مرة عشان تطلع بالموسيقى. يعني فيلم المشبوه دي موسيقى تصويرية عبقرية، فيلم الحريف والغول وغريب في بيتي. لا كلمنا بقى، يعني ايه اللي دخلك مجال الموسيقى التصويرية، ولا جه منين واشتغلتها ازاي؟ طيب انا هقول لك على بس حاجة قبل ده. اهم حاجة عندنا فرقة المصريين. ليه؟ قبل فرقة المصريين الأغنية حاجة، بعد فرقة المصريين الأغنية حاجة تانية طبعا خالص. أنا نسيبها للآخر خالص، أنا بحل طيب بيها فرقة المصريين بس دي. عشان إيه ما نسهاش. أنا لا 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 ما تقلقش، فرقة المصريين حيك حاولت أكتر من مرة إن بعد ما تفككت إن أنت تعيدها تاني، وإيمان يونس رجعت تاني وتقابلنا، وحيك بعد ما قلت لنا كانت راجعة مش عارف إيه اللي حصل تاني هعرف، بس خلينا نتكلم على أفلام. أنا قاعد في حالي لقيت منتج فيلم لا عزاء للسيدات بتاع فاتن بيكلمني بيقول لي يا هاني تونة عايزك تعمل الفيلم. قلت له تونة مين؟ انا ما كنتش اعرف ان فاتن حمامه بيقولوا لها كلها اللي حواليها تونة والمقربين تونة، محدش يقول لها فاتن دي خالص. يا اما يا فاتن هانم او كذا او بتاع، يا اما تونة اللي هم واخدين عليها. قلت له طيب روحنا ناخد المقاسات. خلي بالك بقى من الحكايه دي لانها ايه غريبه شويه. بعد ما خلصنا خدنا المقاسات قالت لي بص يا هاني هات ورقه وقلم. جبت ورقه وقلم. قالت لي اكتب، انا الفيلم كئيب مش عايز اشلوهات. فكتبت ما تعمليش جمل قصيره لان الجمل الطويله بتبقى ناجحه اكتر. لا وهي كانت فاهمه في الموسيقى للدرجه دي؟ استنى بقى ما اقولك. ملتني 16 ممنوع. حلو. ركبت عربية 128 حطيت الليستة دي على الكرسي اللي جنبي. مقرر ان انا اول ما اوصل هكلم الاستاذ هنري بركات والمنتج واعتذر عن الفيلم ده، اول فيلم هعمله يخش بقى بالشلوهات والبتاعات وكل حاجة. يا ما تجردنيش من سلاحي. طب تجردني من سلاحي ليه؟ بس انا بقى يوميها شوف بقى شوف ربنا ما يحب يسبب لك الاسباب. يوميها الكهرباء قطعة فما فيش اسانسير، فطلعت السلم. وانا طالع السلم قلت الله ما اللي ادتهوني ده عامل زي الحجارة، ارتبها زي السلم واطلع اعمل لها اللي هي عايزاه. ليه؟ لا بجد والله كده ده بس ده تفكير الشخص الناجح فعلا. انت دورت على يعني حد غيرك يقول لا دي بتحط لي دلوقتي ايه العقده في المنشار. ما انا كنت ناوي على العقده في المنشار بس كده. لا يعني انت بصيت لها بصه تانية والله حلوه دي، لاني طلعت السلم وانا طالع السلم وماسك الورقه بقول انا هعمل ال 16 ايتم ده 16 درجه هطلع بيها وارتبها كانها سلم واطلع واعمل لها اللي هي عايزاه. وقد كان. وعلى فكره انا فخور بهذا الفيلم لان ايه من غير شلوهات ومن غير مش عارف ايه، لكنها موسيقى لما ركبت هي بعتت لي واحده اسمها كاتيا ثابت اللي هي كاتبه القصه. كاتيا ثابت دي نصها تلياني
وتشربي ايه؟ قالت قهوه كذا. دخلت اقول لهم يعملوا لها القهوه بتاعتها. سمعتها بتلعب ايتود شوبان على البيانو بتاعي. فدخلت قالت لي فين تيمه فاتن؟ اهي عامل حاجه تانية. قلت لها اه دي تيمه فلان دي عزه العلي دي. قالت لي هات التليفون. ايوه يا تونة ده واد عبقري يعمل لك حاجه زي كلود ليوش ولا حاجه الفرنساوي اللي انت بتحبيها دي. قالت لها ادهوني هاني سجل الموسيقى. بس هي إيه كانت تقول كلام تلغرافي يعني. لا ثواني, تسجل الموسيقى ما كانتش سمعتها على التليفون؟ هي بس من راي صديقتها الايطاليه. شوف بقى ازاي لان الثانيه بتلعب ايتود شوبان يبقى اكيد بتفهم في الموسيقى. ما دام قالت كده يبقى سجل يعني. الست على فكره خرافيه. اهو ده اهو ده الشخص اللي يمشي الاحوال وعنده نوع من الاداره. كان عندها نوع من الاداره الرهيب. اتعاملتوا مع بعض تاني ولا هو الفيلم ده بس؟ لا هو الفيلم ده بس لان بعد كده امتصني عادل امام. انتوا فعلا اتعاملتوا اكتر من عمل مع بعض والحقيقه واعمال تقيله. لا عملنا 12 عمل مع بعض. 12 ما شاء الله ما شاء الله. مش عايز اقول الرقم انت اللي قلت. لا الحمد لله. عامل اللي عايز يحسد يحسد. احنا بس يعني اعمال مختلفه و... طب ما تيجي نسمع حاجه منهم. تيجي نسمع شمس الزناتي. يعني ال- 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 الدخله بتاعه الموسيقى شمس الزناتي كانت مختلفه تماما. ما انا هقول لك بقى قبل ما تسمعها. ايه الفيلم ده؟ خمس تنفار هيروحوا يحاربوا جيش من ايام ال- الحرب العالميه الثانيه. فانا عامل المزيكا بتقول معقوله معقوله. جمله استعجابيه. تيتا تيتا تينا نانا معقوله. فانت هتسمع دلوقتي هتحس ان انا بوصف الفيلم دايما. انا مش بعمل مزيكا بس بوصفه. تعال نسمع معاكم شمس الزناتي لموسيقانا الشهير هاني شنوده. سامحها ونرجع لكم تاني. السر مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. في الحياة 100,000 سر وسر. موسيقى تصويرية شمس الزناتي. حضرتك فعلا قلت الجمل الموسيقية هي اوريدي جمل حقيقية وانت ترجمتها للموسيقى. ايوه اللي كنت حابب تشرحه من شوية. بس كان بدايتها كان في صفارة وده وكان في أداة موسيقية أو هي أداة صوتية الحقيقة مش موسيقية كانت مختلفة. يعني أنا حتى يعني ده اللي ميزها وده لغاية دلوقتي لسه عايشة لغاية دلوقتي. يا ريتني جبتها معايا. دي اسمها سلايد ويسل. إيه دي بقى؟ سلايد ويسل. سلايد يعني ويسل. دي اللي كانت بيشتغلوا بيها كل الكوميديانات بتوع زمان. لوريل وهاردي. اللي هي وشت. التورتاية تلبس. يو. التورتاية اللي بعديها. وشت. وإيه اللي خلاك تستخدمها هنا؟ ما دي برضو غريبة. بس انا استخدمتها استخدام تاني. ما هو ده زي ما يكون طائر وبينزل ينقض على اهل القريه ياخد اللي معاهم. ودي لما انت تشوفها على محمود حميده وهو واقف. ما هو كان رئيس الجيش ده وهو راكب حصانه كده وفي كبرياء وفي مش عارف عنجهيه شديده. تلاقيها نزلت بالظبط مظبوطه 100 100. اما الكولة في الاول فدي طيابة عادل امام. وبقول له معقولة انتوا هتروحوا انتوا الخمسة تنقذوا القرية دي؟ طب يعني لو نقول اللي عمل الموسيقى التصويرية للمشبوه والحريف والغول وشمس الزناتي وما شاء الله 12 فيلم مع عادل امام, لما بيجي يسمع اغاني المهرجانات دلوقتي بتقول ايه؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما عنديش اي اعتراض على الموسيقى لان اللي عندنا نوع حتى موسيقى المهرجانات. بجد والله. اولا ده ريتم حلو قوي وريتم صوفي. ان انا من مواليد طنطا. والناس هناك تعمل الايقاع ده بالظبط. كويس. وبالسبحه المعلم بتاعهم يخبط بالسبحه كده على العصايه. الإيقاع ده موجود وهم استخدموه. ايه اللي خلاهم يسموها مهرجانات؟ ده لان هم ما عرفوش ان هم بيستخدموا حاجه اسمها اوتو تيون. احنا عندنا جهاز كده عشان لو واحد تعبان. لو واحد
وعنده اكيد لازم ياخدوا لنادي الاغنيه عشان يصوروها بكره وبتاع بيستعمل له ده. لو خس شويه يعلي صوته، لو علي شويه ينزله شويه، الا لو حطيناه من زيرو لعشره يغرغر كده ويعمل الاصوات اللي انت تسمع بيها الحاجات هي دي. فده اصلا اسمها اغاني الاوتو تيون، لكن هم مش يعني لا مؤاخذه بدي الكلمه ما عرفوش الجهاز ده ايه. جهاز حلو بيعمل حاجات حلوه خلاص. يا ريتهم كانوا سموها الاغاني الحلوه ونخرع. صح. طيب في العديد بيغنوا في الوقت الحالي بس ما يتقالش ان هم مطربين قد ما هم بيقولوا ان هم بيعملوا حاله، ولا برضو كلمه حاله دي كبيره على الحدث، هو بيحاول يرفه عنك في الثلاث دقائق دول من وجهه نظره. ثانيه واحده اتفضل. انا اوكا اورتيجا حطوا كلام على شمس الزناتي دون استئذاني ودون ما يكتبوا حاجه انها لحن فلان ولا واحد اسمه عبد السلام الزمار. انا زعلان من الشعبيين، ده انتوا المفروض انتوا الاخلاق. ودايما كنا بنقول الحاره من 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 حراره العواطف، لان الشباك قدام الشباك والبلكونه قدام البلكونه والناس بتتكلم مع بعض وفي حراره في العواطف. فسكان الحاره دول ادعى ان هم يكونوا شرفاء مصر. لكن لما يكتبوا حاجه كده مع يعني ان طول اوكا اورتيجا ما رجعلكوش ما رجعلش ما خالص ولا الهوى، مع ان مش انت دي حقوق ملكيه ودي حاجتك، المفروض ازاي يعمل كده؟ هرفع قضيه على ابن بلدي، ما هو انا كمان لازم. هو ابن بلدك اخذ حاجتك من غير ما يستاذنك؟ والله ما تعرفش محامي كويس. سمعت اغنيه نمبر 1 لمحمد رمضان؟ اه طبعا، وهيله عجبت. اه طبعا. وكينج اغنيته الكينج الجديده لسه نازله، لسه ما سمعتهاش. لسه ما سمعتها. النوعيه دي من الاغاني يتقال عليها ايه؟ احنا عندنا حاجه بقى غريبه جدا في الشعب المصري، كل الناس تكره الامريكان عشان واقفين مع اسرائيل، لكن كل الناس يريد فيزا الامريكا، وكل الناس يعني ايه رسالتك وصلت بس. ويعملوا كيكي ويعملوا مش حلو. طيب يعني ما انت رافض ولا مش رافض ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ايه دي تفكيرك بالظبط؟ طيب انا سايب فرقه المصريين للاخر خالص، عشان ديت الحقيقه نقطه مهمه جدا 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 في تاريخ الموسيقى في مصر وتاريخ الغناء. بس هسالك كام سؤال كده شخصي نرجع للمثل. ايش ايه الاغنيه اللي انت عملتها وكنت خجلان من نفسك انك عملتها؟ لا دي عايز تفكير. عايز تفكير. ايه الحكايه دي؟ استنى بقى ما اقول. لا اصل كله انا عملت على فكره شعب كتير عكس ما الناس فاهمه. يعني ممكن اغنيه مش على نفس مستوى الاغاني اللي انت عملتها، او انت مش حابب انك انت تحطها في السي في. الحقيقه مش قادر الاقي حاجه دلوقتي. بس حصلت. لازم حصل. اكيد. لازم صح. حصل. عندك شعور بالذنب تجاه حد تعاملت معاه؟ لا هرجع لك بقى الاغنيه تاني لان نطت في دماغي. طب كويس. انا لسه عامل اغنيه لمطربه لبنانيه اسمها جوانا ملاح. معروف. كاتبه كلام معناه حلو لكنه مكسر مش موزون. وقعدنا نشتغل فيها لما طلعت عينينا. ونصحتها قلت لها بلاش خلي حد يكتب الكلام ده. كانت مصممة على الكلمات؟ لكن هي مصممة ليه؟ عشان المعنى ما يتوهش، وخافت انها توديها لواحد شاعر يتوه المعنى. وده بيعملوه كتير على فكرة، الشعراء ينطلقوا كده وبتاع. فيمكن دي انا مش راضي عنها قوي، لانها العيب اصلا جاي لي من الكلام. يعني الكلام نفسه معيوب. الاغنية اسمها ايه؟ الاغنية اسمها هي طفلة دون طفولة وهوية. حتى الاسم محتاج شرح. بس انا عملتها ليه؟ انا عملتها علشان دي اغنية انسانية وبتكلم عن الطفولة في العالم العربي انها مهدرة. وده انا اعملها معنى حلو واعملها ببلاش كمان واعملها وتاخد بالك. فدي بس يعني متحرك شويه كده ان الكلام مكسر واضطريت اعمل حاجات انا مش يعني عارف انها صنعه مش الحاجه اللي انا بعملها دايما. عندك شعور بالذنب تجاه حد؟
طبعا مين؟ شعور بالذنب تجاه أمي اللي كانت بيانست هايلة وعوادة هايلة وتلعب شوفان على البيانو. انت من بيت فني يا سبحان. انها ورثتني الموهبة وما لحقتش تشوفني لانها تقول لي بتفاشل ومش هتنجح ومش هتنفع. هي كانت شايفاك دايما ان انت مش هتنجح؟ لان طبعا انا عمال العب جاز وهي شايفة ان الجاز ده من الخطايا لان هي بتلعب كلاسيك وعلى العود بقى تقسم وتغني ام كلثوم وحاجات كده. وانا كنت بعمل حركة في منتهى البواخة ان انا لما اجي الظهر واسمعها بتلعب عود او بيانو اسيبها تلعب. ليه؟ عشان الاكل يتحرق وابويا يجيب كباب وهو جاي. يعني انا بعترف اهو. اوكي. ومطرح ما تكوني بقى ربنا يرحمك الله يرحمها يا رب. وانت ادعي لي ان ربنا يغفر لي. بس طبعا انا كنت احب الكباب عن الطبيخ. ولغايه النهارده. ايه اكتر حاجه بتخاف منها ايه؟ اكتر حاجه بخاف منها امن الدوله. طيب بتصعب عليك نفسك؟ طبعا. امتى اخر مره صعبت عليك نفسك؟ اخر مره لما عملت العمليه وطلعت جيت العب على الاورج بتاعي ما لقيتش الباور الكافي ان انا العب. فصعبت عليا نفسي جدا لدرجه ان انا الدموع نزلت من عيني. بس انت الحمد لله دلوقتي. ما هو دلوقتي فضلت اتمرن بالسكويزر واتمرن بالدمبلز وبتاع مش عارف ايه فبقيت معقول. طب الحمد لله. وكل يوم ببني التكنيك تاني من اول وجديد. لكن دلوقتي اقدر اعمل حفله وكل حاجه. طب الحمد لله يا رب. بس في وقتها ما كنتش مصدق. يعني دي عمليه بعيد عن ايديا. ايه اللي يخلي الحكايه كده؟ بس الظاهر انها الدكتور قال لي ده زلزال وله توابع. فاستحمل. طب الحمد لله. الحمد لله انها عدت. الحمد لله. ايه اكتر حاجه بتعصبك؟ الجهل. هل انت من الناس اللي بتخاف على كرامتك؟ يعني لو حد حاول ان هو يقلل من كرامتك ممكن تهد المعبد بما فيه؟ لا انا ما بهدش، انا بحرمهم من صداقتي. احكم رد سمعته. الحمد لله. لما يكون شايف نفسك انك انت مضمونك خير للي قدامك او انت بتعامل من قلبك، فاكبر عقاب ان انا همنع عنك ان انا اتعامل معك من قلبي. بالظبط. ايه جمالك ده يا استاذ هاني. شجاع انت يا استاذ هاني. مش دايما. امتى اخر موقف كده قلت كان لازم ابقى شجاع اكتر؟ لا ابو اصل والواحد شاب بيخلط ما بين التهور وما بين الشجاعة. يعني في موضوع مشهور بيه إيه؟ ان انا مرة دخلت كلية تربية موسيقية بوابور الزلط. ازاي؟ ده مش شجاعة، ده تهور. مش شجاعة. لا دي مش شجاعة دي. طيب. لان العميدة الدكتورة عائشة صبري وانا كنت بموت فيها. قالت محدش يتأخر وحنقفل الباب ومحدش هيفوت بعد الساعة 8 واللي هيكتب غياب مش هيخش الامتحان. وقتها أنا ماشي وبصيت في الساعة لقيتها 8:05 فعرفت إن الموضوع بقى إيه. ببص يميني كده لقيت واحد راجل ماشي مع وابوك زلط. قلت له يا عم تاخد جنيه وتسيبنا سوق شوية. قال لي تعال. رحت داخل على البوابة الحديد بتاعت المعد موقعها وداخل جوه. كويس. هاجوا بقى والبوابين والناس والبتاع مش عارف ايه. سنة كام ده؟ 66. تمام. وجاري طلعت فوق وقعدت جاي في معادة. انت ازاي تعمل؟ الراجل طبعا خد البتاع بتاعه ده وابوه الزلط ومشي وساب البوابة كده ومفيش بوابة ومفيش بتاع ومش عارف انت ازاي تعمل كده وتعمل مش عارف ايه. وكانت العقوبة شديدة الوطأة. لكن ده ما هوش شجاعة، ده تهور. لان انت وانت صغير الكونسيكونسز بتاعت اي حاجة مش واضحة قدامك طبعا. وايه يعني ما اخش بابوه الزلط؟ انا قلت هيفتحوا
يعني هيشايفني هيخاف يعني يروح فتح الباب وانا اخش اقعد ما اسقط ما انا مش عايز اسقط كمان. العقاب كان ايه؟ لا مش هقوله لك دلوقتي. طيب نسمع انا بعشق البحر وديت من الحان الاستاذ هاني شنودة بصوت نجاة الصغير ونرجع لكم تاني. بطل يا تامر الاستاذ والاستاذ احنا عشره عمر ما فيش حاجه اسمها استاذ. السر مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. في الحياه 100,000 سر وسر. شفت الوقت جري ازاي؟ احنا كده يعني انا بجد والله متضايق عشان في تفاصيل كتير عايز اتكلم عنها، بس خلينا نتكلم عن فرقه المصريين. اتكونت سنه 77، استاذ هاني شنوده هو اللي كونها، منى عزيز، ايمان يونس، تحسين يلمز وممدوح قاسم. الفرقه اتكونت، ودي الجديده بالنسبه لي الحقيقه، اتكونت وفضل تكوينها يعود الى اقتراح من الكاتب العالمي نجيب محفوظ. مظبوط، بس انا هقول لك اللي حصل. كان جاي يعمل معانا حديث في البتيشا وقعد بقى يتكلم، قال من ضمن اللي قاله انتوا ما بتلعبوش حاجه عربي ليه؟ قلت له العربي المقدمه بثلاث اغاني من بتوعنا، وبعدين الاغنيه بتبقى سلو وتقلب مقسوم، الناس هيتحزموا يرقصوا. كان زمان الشاب اللي يرقص بلدي يعتبر اوت كاست ويبقى مرفوض من المجتمع ويبقى شخصيه الثقافه الاجنبيه كانت طاغيه قوي في الوقت ده، مش بس الاجنبيه، ده الثقافه المصريه المحترمه. الست ترقص، انما الراجل يقعد يترقص بلدي ويهز وسطه وبتاع. كانت باينه في الافلام في الوقت ده، مش كده؟ ايوه. فقلت له، قال لي بص، لا تستبدل شهوه العمل بشهوه الكلام. فبان عليا ان انا يعني ما استوعبتش قوي شهوه ايه وبتاع ايه. فقال لي بص، اعمل اللي انت شايفه صح، اعمل الاغنيه اللي انت شايفها صح. بس هو ده القصه اللي حصلت. في بقى مطلب، في رافض تاني، ده رافض، في رافض تاني ان الشباب كانوا يقولنا ايه، اشمعنى احنا ملناش فرقه زي الانجليز عندهم البيتلز، عندهم الامريكان عندهم البيتش بويز وعندهم الايجلز، والفرنسيين عندهم سكريت نوار، اشمعنى احنا ملناش فرقه؟ ده الرافض التاني. لما عملت بقى مع عبد الحليم لقيت ان الراجل ده شايف ان الفرق زمانها جاي. هم الثلاث حاجات دول اللي خلوني افكر ان انا اعمل فرقه المصريين. بلاك كوت عملت معاهم ايه؟ لا، بلاك كوت كانوا منافسين لنا، بس ما كانش في تعامل ما بينكم خالص. لا لا، احنا متنافسين. كان بلاك كوت وبلاك كوت والبتيشا بس. احنا نمتاز ان احنا بنغني فرنساوي واسباني وتالياني. هم بيغنوا انجليزي بس. هم يمتازوا ان هم بيعملوا روك وهارد روك وبتاع، واحنا بنعمل هم البوبولار سونجز، الاغاني اللي اكتر شعبيه. ايوه. طيب مصريين وكسرتوا الدنيا. بمعنى كسرتوا الدنيا، بمعنى دلوقتي يعني لما بيجي يتعمل بعض الحفلات اللي فيها نوستالجيا وفيها عوده للزمن الجميل بيجيبوا اغاني المصريين ويغنوها تاني من كتر ما هي بقت جزء مهم من حياتنا. اللي انا مش فاهمه ان احنا انتهت الفرقه لما ايمان يونس انسحبت، صح؟ عشان هي كان عندها ظروف لابنها كانت لازم تقعد تراعيه، كانت هتتجوز. لا، هي اتسحبت عشان تتجوز وبعد قبل كده ابنها. قبل ابنها وفضلت بقى مش قادره ترجع عشان ابنها، عشان ابنها كان عنده ظروف معينه. فاحنا جبنا راندا. ليه راندا؟ لان طبعا كان عندنا عقود مضيينها، ما تقدرش ايمان تيجي تقول انا مش هكون معاكم من بكره. اللي كل سمعنا ايمان يونس هي اخت الفنانه العظيمه اسعاد يونس، اختها الاصغر. ايوه. فطبعا كان لازم نجيب اي حد. دي كانت تلميذتها، وكانت دي تحضر البروفات معانا، وكانت معظم الشغل حافظاه. فجبنا غندا. غندا عملت اغنيتين في الشريط بتاع ابدأ من جديد، منهم أغنية من أحسن أعمالي اللي هي لما كان البحر أزرق. أنا الأغنية دي بذلت فيها مجهود يعني غير عادي.
كويس. بعد شوية بقى راندا اتجوزت وسافرت البحرين او حاجة كده. استنينا لما لقينا منى عزيز وعملت لها ماشية السنيورة، نجحت نجاح غير عادي جدا، وابتدينا نمشي في الموضوع ده كويس. وحظ العدالة مايل ومش عارف ايه، شوية اغاني حلوة قوي. الفرق كل الفرق لازم تتفك في وقت من معين. ليه؟ بيحصل اول حاجة مصالح متضاربة. بس قبل ما تكلمني على فكة، المصريين كانوا متميزين ليه؟ دايما اللي بيجي يغني او بيجي يعمل اغنية هيكلم على حبيبته او بيتكلم على الفراق او بيتكلم على الحزن او بيتكلم على الالام، بس انتوا اتكلمتوا على اغاني زي ما بيتقال كده بره، out of the box او خارج الصندوق. صح. ماشية السنيورة ديت ما تعملتش دلوقتي حتى، يعني حتى اللي بيجي يقولك ان هو بيحاول يتمرد او ان يطلع بشكل مختلف، اخترت مواضيع مختلفة تماما. مين كان ورا اختيار المواضيع دي؟ انا. وانا وحط على دي 600 اكسنت. ليه؟ انا كنت غيران جدا من الراجل الامريكاني وهو بيحلق دقنه لما تيجي مراته تقول له انا عايزه كذا ولا كذا، يقول لها I beg your pardon I never promised you a rose garden. دي اغنيه مشهوره. فيرد باغنيه فما يزعلوش. فانا كنت عايز انا وانا بحلق تيجي مراتي تقول لي ايه احنا عايزين 500 جنيه عشان اقول لها بقول لك ايه ما تحسبوش يا بنت انك زرع. فبدل ما تبقى خناقه تبقى ضحك وتبقى لطافه. فانا تبنيت الاغنيه الاجتماعيه. المصريين خصصتها للاغاني الاجتماعيه. طب انا سؤال تاني. ماشية السنيورة ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحة، اكيد كسروا الدنيا في وقتها عشان هم مكسرين الدنيا دلوقتي. لا، ضيف عليهم بنات كتير كده من سني، وبنات كتير كده من سني بالفعل. رد الفعل كنت عايشينه ازاي في الوقت ده؟ يعني تعاملتوا ازاي مع النجاح ده في وقتها؟ وخصوصا كان يعني انتوا نجحتوا بشكل غريب وفي مجتمع ما كانش لسه فاهم يعني ايه فرقة ولسه بيفهم ده اكتر. الحقيقة ان تحسين يلمص وهاني الازهري الدرامر دول كمان خلي بال حضرتك انهم مطربين. يعني ده موضوع مهم قوي. الوحيد ما كانش باين هم مطربين، بس هم بالفعل مطربين. وممدوح قاسم اللي بيقول ما تحسبوش يا بنات ده، وايمان يونس. كلنا كنا نتغدى سوا عندي في البيت وننزل نعمل الحفلة وكل واحد يروح بيته، وتاني يوم نتقابل على الغداء عشان نعمل بروفات. يعني عايشين عيشة حلوة وبنحب الفن، لكن احنا ما كناش عارفين قد ايه احنا ناجحين لان المنتج كان بيخبي علينا. ليه ده؟ انتوا المفروض انتوا من اوائل الناس اللي عملوا فيديو كليب ده. اول فيديو كليب بتاع ما تحسبوش يا بنات ما تعملش. انتوا مش انتوا اول ناس بالفعل؟ اول ناس. طب ازاي يعني ده مش معناه ده مش مؤشر نجاح؟ لا، ما هو بقى دايما يقول لنا ايه عايزينكم بقى تشدوا حيلكم اللي جاي مش عارف ايه. مين المنتج؟ كان عاطف منتصر. شوف احنا كنا صغيرين برضو. يعني انا الوحيد اللي كنت كبير في السن فيهم. لما هم كانوا صغيرين فلا يدركوا المعنى ده. ومش حاطين من اولها ان يبقوا مشهورين ويمشوا في الشارع مش موجود ده في دماغهم. عكس المطرب الفرد يبقى ناوي يبقى نجم. هم مش دي في دماغهم، هم عايزين يلعبوا كويس ويعملوا والناس حاجه والناس يعجبهم اللي هم بيعملوا. بالظبط. طب ما سؤال بقى ده انا كنت هسألك في بدايه الحلقه وكويس ان احنا نساله لايق على الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. هاني شنوده متهم ان هو اهتم ان هو يعمل اعمال تعيش اكتر من ان هو يعمل ماده ويهتم بالجانب المادي للفلوس. الحقيقه مظبوط. ندمان على ده؟ لا خالص خالص خالص. قول لي الفلوس عملت ايه لواحد توفى قبل كده؟ خالص. هي بس في يعني بتيجي في وقت من الاوقات تقول يعني انا لو كنت اهتميت اكتر بالفلوس كان ممكن دلوقتي حاجات كتير. الله اعلم. انصح كل اللي بيسمعونا بلاش الندم. لان at that time this was the right choice. صح. في الوقت ده. فانا ندم مفيش. واذا انت ما عندكش ندم اضمن ان انت مش هتقع في مشاكل نفسية. صح. لان guilt is the mother of all complex. صح.
اخر سؤال بقى، فرقه المصريين والنجاح وفيديو كليب وطفره والظاهره وايمان يونس انسحبت وبقت جت منى عزيز، وايمان يونس رجعت من 6-7 سنين وقلنا المصريين هيرجعوا تاني وبعد كده تاني المصريين انتهوا تاني، ليه رجعت ازاي؟ عشان قابلتها مع حركة سايتة طبعا، هي رجعت عشان عايزة تغني. اه لكن في وقت تلاقي كده يعني المطربات بالذات مش المطربين، يعني ممكن مطرب يفضل عجوز ويغني هما بيستحملوش على، او انا ما اعرفش، يعني قالت لي انا عايزه اقعد في البيت ادرس، هي بتدرس فويس تريننج، ومعظم الممثلين انت شايفهم خدوا عندها دروس في النطق والفوناتكس وكده. اه هي شاطره قوي في الموضوع ده، وهي كانت صوت ذهبي على فكره، لكن كل حاجه حلوه لها. عملتوا اغاني لما بعد ما رجع؟ عملتوا كم اغنيه؟ عملنا اغاني كتير، عملت حفلات في ساقية الصاوي، عملت اكتر من حفله في اكتر من مكان. لا ده انا عملت اغنيه بقى حلوه قوي. ايه؟ هقول لك كلماتها. واذا عايز ابقى اهديها لك اجيبها لك. نفسي اعمل حاجه غلط، نفسي اسافر من غير شنط، ايدي في جيوبي، صفاره هاديه بين شفايفي، عيوني تسرح في السما واشوط في سكه الزلط، نفسي اعمل حاجه غلط. كل يوم الصبح اصحى على صوت الاذان، كل يوم الصبح اصحى للمشاكل والالام، زهقت من كل حاجه حواليا، زهقت حتى من لون عينيا، وهم بيقولوا لي هو ده الصح واي شيء تاني غلط، وانا نفسي اعمل حاجه غلط، نفسي اسافر من غير شنط، ايدي في جيوبي، صفاره هاديه بين شفايفي، عيوني تسرح في السما واشوط في سكه الزلط، وهو ده في ايه غلط. حلو الاغنيه دي، حلو كلامها. ده مين اللي كتب الكلمات دي؟ الدكتور هاني زكي، ده في امريكا. واتلحنت وغنيناها وعملت سوكسي جامد جدا. وناس كتير علقوا، ايه يا استاذ هاني بقى بعد العمر ده نفسك تعمل حاجه غلط؟ يا جماعه اعرفوا ايه هو الغلط. مش عايز ياخد شنطه فيها ايه بقى؟ سيبوه. صح. لا تاخد شنطة. هي دي القصة. بس طبعا ده في العربي يسموه حسن استهلال، اشدك الاول، ايه الراجل اللي عايز يعمل حاجة غلط دي؟ صح. بس ما الناس هنا ما بتسامحش في الحاجات دي. صح. طب انا للاسف حلقتنا انتهت، وانا سعيد ان الحلقة دي ادتني فرصة ان انا اقابل صديق غالي عليا وبحبه وبحترمه، يعني ليه مضمون وليه تاريخ مهم ومستقبل اهم كمان يا رب الفتره اللي جايه. نورتني وبشكرك ان انت تعبت نفسك وجيت من فنان لنجم حبيبي. انا لان انا من ورا النجوم، انا مش نجم، انت نجم. انا فنان كبير. لا اسمعني بس. طيب انت نجم، فمن فنان لنجم. انا كمان اشكرك على هذه الحلقه الممتعه، لانك طلعت حاجات انا كنت ناسيها، كنت ناسي ايه الموضوع، ويعني انا سعيد. انا اسعد، انا اسعد بيك. هاني شنود هنشوفه في ايه الفتره اللي جايه؟ نستنى منه ايه؟ والله انا هخش في فيلمين موسيقى تصويريه، افلام محدوده البادجت جدا. بس انا زي الاستاذ نور الشريف ما كان بيقف مع كل حد شاب عنده تجربه جديده، انا قررت اقف مع الشابين دول، لان ده اول اخراج، وانا بشوف ان اول عمل ده لازم الواحد يقف معاه. صح. انا واخد ما لا تتخيله او عامل لهم ما لا تتخيله من التخفيض، لدرجه ان هو يكاد يكون ببلاش، يدفعوا بقى الموسيقيين والاستوديو والكلام ده وخلاص. فطبعا اتمنى ان اعمل حاجه في الموسيقى التصويريه ما اتعملتش، لان في شويه افكار في دماغي لسه ما حدش عملها، لان طبعا انا بسمع دلوقتي بيعملوا موسيقى رائعه هايله بس بلا شخصيه وملهاش علاقه بالفيلم. ده كلام مظبوط. الموسيقار الشهير الكبير هاني شنودة كان منورنا النهارده في السر. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، نتقابل يوم السبت الجاي ونجم جديد، وتصبحوا على الف 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 خير. لازم نختم بحاجه للموسيقار الكبير هاني شنودة، فخلينا نختم تاني بنجاة الصغير وانا بعشق البحر، ما ينفعش ما نسمعهاش في نهايه الحلقه. تصبحوا على الف خير.